أعزائي، سهل لي صباحكم، صباح النور عليكم. أتمنى يلقاكم صوتي في أحلى أوقاتكم يا رب. بونجور تو الموند، جود مورنينغ، بونجورنو. محتوى أوديو اليوم هو للتمييز بين التسليم اللي هو سلوك إيجابي والاستسلام اللي هو سلوك سلبي. ولأني سبق لي أني عملت أوديو حول التسليم ولكن لم تصل الرسائل منه، فقررت اليوم أنني أجزأ هذا الأوديو إلى جزئين. الجزء الأول سأشرح فيه الاستسلام بكل ما يحمله من سلبية ومن سلوكات، والجزء الثاني الأكثر جمالا والأكثر إشراقا سأشرح فيه التسليم بكل ما يحمله من ذبذبات قلبية ومن جمال كذلك. في الحقيقة الفرق بين الاستسلام والتسليم فرق شاسع، ولكن من حيث السلوك يبدو أن الفروق ليست واضحة كثيرا من حيث الطاقة، من حيث التصرفات. أوديو اليوم موجه خاصة إلى السيدات اليانغ، لأنه 80% من الناس اللي في علاقة توأم شعلة أو علاقة روحية هم سيدات يانغ، يعني مطاردات. الفروق بين التعريفين، يعني بين تعريف الاستسلام والتسليم، واضحة للكل، أكيد أن الكل يعرفها، ولكن الفروق من حيث السلوك لا تبدو واضحة. يعني لماذا؟ لأنه هناك أبعاد إنسانية تتفاعل، يعني تختلط لديكم مشاعر الكنترول والسيطرة مع مشاعر الحب والاشتياق، وهذا يجعلكم لا تميزون هل أنا أطارده لأنني أشتاق له أم أنا أطارده لأنني متعلقة به. لذلك يعني الفرق لا يبدو لكم واضحا، وهذا الطبيعي. في هذا الأوديو أولا سأميز بين المطاردة كسلوك والتوقف عن المطاردة كسلوك، لأنه التوقف عن المطاردة له حالات، يعني حالات كثيرة. هناك من يتوقف عن المطاردة لأنه مل، بكل بساطة مل من مطاردة الآخر، وهناك من يتوقف عن المطاردة لأنه اتسق مع الكون، أنه تطور روحيا. هناك فرق بين الشخصين. المطاردة المرأة تعدي في هذه العلاقة مراحل كثيرة، يعني تعدي الكثير من المراحل الصعبة، ولما تنفذ طاقتها يعني تحس أنها داون وخلاص استنفذت جميع الوسائل وكملت كل طاقتها، راح تستجيب إلى أسهل الحلول. ما هي الحلول هذه؟ هي الحلول اللي داخلة في إطار ما أسميه أنا الاستسلام، يعني ستقع في خيبة الأمل أو خيبة الرجاء. اللي نحب هنا نوضحه يعني من بداية الأوديو أنه الاستسلام هو الحل السهل، هو الحل الذي يوقف تواصلك مع الكون، هو الحل الذي يوقف تطورك الروحي. ما هو الاستسلام؟ الاستسلام لما نعرفه هو يستعمل كلمة تستعمل في الغالب في الحرب، يعني مثل ما تعرفوا الفرقة المهزومة ستحمل لواء أبيضا ثم ترمي الأسلحة وتتوجه يا إما للأسر أو للقتل، يعني وكلاهما للأسف حلين مشينين. يعني الاستسلام كذلك هو الدخول في طاقة حزن بالنسبة للمطاردة، هو الدخول في طاقة حزن، الدخول في طاقة توقف عن الحياة، عن فعل أي شيء. لهنا أنا أتكلم، أنا لا أتكلم عن الكل، حتى ما تكتبوليش في التعليقات أنا لست سلبية أو أنا لست كذا. أنا أشرح حالة، أنا أصف حالة حتى أتمكن من ماذا؟ من تحليلها فيما بعد. فقلت الاستسلام، قلت إذن هو الدخول في طاقة من الحزن، طاقة من الخمول، طاقة من التوقف عن كل شيء.
وهو يحمل نفس المعنى اللي في الحرب، نفس المعنى. يعني المطاردة لما تختلط عليها الأمور ولا تجد أي حل يناسب تطلعاتها في الحب، فتقول سلمت أمري إلى الله، بمعنى توقفت. وهنا الإشكال، يعني هذا هو سؤال الأوديو اليوم، ما الفرق بين التوقف عن المطاردة والتوقف عن الحب؟ هناك فرق. أنك تتوقفي عن مطاردة شخص ما، وأنك تتوقفي عن حبه. يعني لاحظي، أنت فيك تتوقفي عن مطاردته، ولكن لا يكفي أنك تقولي لازلت أحبه، لأنك إذا توقفتي عن المطاردة في الحزن والاكتئاب والفشل، فيعني ذلك أنك توقفتي عن الحب. لماذا؟ رح نشوف الآن لماذا. إذا كنت أنت معتقدة أو مفكرة أن كل شيء انتهى، وأنك لن تصلين إلى أي نتيجة معه، وأنك جربت معه جميع الوسائل والحلول، وأنك استنفذت كل طاقتك ولم يعد، فهذا معناه أنك داخلة في طاقة التوقف عن الحب، في طاقة سلبية. هذه مش طاقة إيجابية أكيد. يعني لماذا؟ لأنك قررت أنك لن ترفعي أو لن تحركي أصبعك الصغير من أجله أو من أجل هذه العلاقة. الأفعال هنا هي التي تشير عن الحب وليس الأقوال. يعني فيه ناس تكتب لي في التعليقات أنا توقفت عن مطاردته وأنا لازلت أحبه و. هذه الأقوال لا تكفي للتعبير عن الحب. الحب مثل ما قلت ونكرر ونعاود، هو ذبذبة تنبع من شاكرة القلب، وليس قول يخرج من شاكرة الحلق. أوكي؟ إذا أنت فكرتي في هذا الشيء اللي قلت عليه الآن، معنى ذلك أنك خلقتي واقعا نفسيا، خلقتي فكرة نفسية عاطفة معينة، وهذا الواقع النفسي اللي خلقتيه في قلبك وفي قرارة نفسك هو ما سيتحقق أمام عينيك، أمامك على أرض الواقع. رح أعطي لك مثال بسيط حتى تفهميني. أنت مثلا قد ترين أن زوجك مثلا عبوسا، يعني مش شخص مرح، وهو فعلا كذلك معك يعني، ولكن تراه أخته أنه شخص مرح ضحوك، وهو نفس الشخص، يعني ما غيرناش الشخص. لماذا يا ترى؟ لأنك أنت تبخي فيه طاقة العبوس، فكل ما يشوفك يعبس في وجهك. أنت كل ما تشوفيه تعملي له بخ، كل الطاقة السلبية، كل العبوس اللي عندك ترسليه له. أما أخته فيتستخرج منه المرح وطاقة المرح يعني، ولذلك هي راح تقول أن أخوها مرح، وأنت راح تقولي أن زوجك عبوس وهو نفس الشخص. لماذا؟ لأنك بكل بساطة أنت خلقتي واقعا في نفسك واقتنعتي به من أن زوجك عبوس، وهو ماذا يفعل؟ هو ينفذ لك واقعك أو طاقتك، فبمجرد ما يشوفك يعبس، وهي خلقت واقع أجمل، فبمجرد ما يشوفها يخلق لها طاقة المرح اللي هي تشوفها فيه. هذا بالنسبة كيف نحقق أفكارنا أو واقعنا النفسي على أرض الواقع. طيب الآن حتى أشرح الفروق التي تبدو لكم صغيرة رغم أنها شاسعة بين التوقف عن المطاردة، مطاردة الآخر، وبين الغياب الكلي أو الشبه كلي تام، غياب مادي وطاقي وروحي إلى آخره عن الآخر. يجب قبل أن أفعل ذلك أني أوضح لكم المفاهيم، لأنه أحياناً سلوكاتكم مش خاضعة للتصنيف،
فراح أوضح لكم في هذا الأوديو الأول ما هي المطاردة، والأوديو الثاني راح أوضح لكم ما هو التوقف عن المطاردة والدخول في التسليم والحب. المطاردة هي أن تريد أنت أو أنت أخبار الآخر وهو لا يريد إخبارك بذلك. المطاردة كذلك هي أن تتبعي الشخص الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي وتتجسسي عليه، أو أن تروحي إلى مكان عمله أو تراقبيه أو تروحي إلى أماكن هو يروح لها إلى آخره. المراقبة كذلك هي أن تعملي عليه نوع من الحصار أو نوع من الموندا، يعني بمعنى أنك تحشري نفسك في علاقاته، مثلا تحبي تتعرفي أو تتعرفي على أصدقائه وتدخلي معاهم في صداقات أو في علاقات، يعني على فيسبوك أو على يوتيوب أو لا أدري أنا، يعني تحطي نفسك دايما في الوسط. أنسي المراقبة كذلك أنك تعطيله أخبارك بطريقة مفروضة عليه، أنك تخو يعني بزاف. المطاردة كذلك أنك تشوفي تاروت مثلا وتتبعي أو تحبي تعرفي أخباره، مع من يوجد، ماذا يفعل، ماذا يصنع، هل يفكر فيه، هل يشتاق لي، هل سيعود، هل لن يعود، وإلى آخره من هذا النوع من الأسئلة. كل هذه الأفعال اللي تقومي بها راح تدخلك في طاقة. ما هي هذه الطاقة؟ هي طاقة الانتظار والمطاردة، أو طاقة التعلق مثل ما نسميها أنا في لغة علم النفس، بمعنى أنك راح تكوني مضبوطة، أنت حياتك مضبوطة على عقارب ساعة الآخر، يعني حياتك راح تكون مطموسة تقريبا، شبه مطموسة. راح تكوني في طاقة أريد أن ألتقطه، je veux l'attraper، je veux l'attraper، هذه الكلمة الجملة بالفرنسية اللي تعبر عن الشيء اللي نحب نقوله. حبيت لو أعرف كل أخبار وأعرف مع من ماذا يفعل، ماذا مع من يخرج إلى آخره. وهذا الطاقة هذه في الغالب راح تفقد حياتك، أنت ستفقدها رونقها، بمعنى راح تصبح كل أوقاتك تقريبا نقول 80% ولا 70% كل أوقاتك تقضيها في المراقبة. راح تصبحي مدمنة تاروت، ممكن راح تصبحي فريسة لطاقة انتظار سلبية. أوكي؟ وهذا في نظري أنا لا يستجيب أبدا أبدا لطاقة توائم الشعلاء. لماذا؟ لأنهم أذكياء، هم أذكياء جدا، هم عندهم سوبرا مونتال عالي جدا بالمقارنة مع بقية الناس، وانتم تعرفوا ذلك. ان ورق مثلا، ورق تاروت موجه لملايين الناس، لا يمكن ان يحمل لكم الاجوبه. يعني وحده ذكيه تعرف ان قارئ التاروت تتوجه الى ملايين الناس، فلا يمكن ابدا ان تجيبها على سؤال ما. نعم ممكن انكم تتسلوا مره في الشهر تسمعوا تاروت بغرض التسليه، انا مش ضد ذلك، ولكن أنا ضد أن يصبح هذا الأمر عادة يومية تقوم بها. المطاردة كذلك هي أنك تكوني متواجدة في نفس محيط عائلته وأصدقائه المقربين، وكأنك تقولي له دائما أنا هنا، أنا موجودة، كلمني، اتصل بي، انظر إلي قليلا، يعني اعمل شيء. هذه الرسالة الغير مباشرة اللي أنت توجهيها له، يعني لما لا أدري أنا، في يوجدك في كل مكان يرتاده،
سواء فيسبوك ولا واتساب ولا تويتر ولا يوتيوب ولا أي مكان يروح ليه إلا ويوجدك موجودة فيه. حاشرة نفسك مع أصدقائه ومع عائلته إلى آخره. هذه بلغة علم النفس يسموها المناورة. المناورة، المرأة المانيبيولاتريس، المرأة المناورة. المرأة المناورة هي اللي حتى تدفع الآخر إليها تقوم بعمل هذه المناورات، حتى ماذا؟ حتى تشير إليها، حتى تجذب الاهتمام بها. أنا هنا، أنا موجودة. في أقصى الأفعال اللي تقوم بها بعض النساء المطاردات اللي بعاد عن وعي توائم الشعلة، هو أنهم يلجؤوا للجذب والتخاطر وبعض أفعال أو أعمال السحر والشعوذة. وكل هذا يجعلكم ماذا؟ يجعلكم تبقوا وتستمروا في ذبذبات داون وفي طاقة مطاردة وفي طاقة انتظار. كل هذه الأفعال اللي ذكرتها الآن، وهي نفس الذبذبات هذه اللي تبعثيها للكون، لأنك أنت عايشة بهذه الذبذبات، فالكون راح يستقبل هذه الذبذبات، وهذه الذبذبات ستصل إلى شريكك في الطاقة وستجعله يهرب ويخاف أكثر. هو لا بير سو فير كونترولي بهالطريقة، يعني يخاف يكون مع هذه المرأة المتسلطة أو هذه المرأة المراقبة أو هذه المرأة المناورة، لأن كل هذه مناورات. فقلت سيجعله الأمر، هذه الذبذبات ستجعله ماذا؟ بحكم الانعكاس الموجود بيناتكم ستجعله يهرب تماما، مثل المسجات المتكررة اللي ترسليها ليه وتقولي له ماذا تفعل، لماذا لا تجاوبني، أريد تبريرا، حبيت نفهم إلى آخره. كل هذا داخل في إطار المناورات، الداخلة في إطار التعلق والمطاردة. كل هذه الأفعال هذه اللي ذكرتها الآن لا تليق أبدا بطاقة توائم شعلة، وليس لها سوى دلالة واحدة بالنسبة لي، هو أنكم لم تتطوروا روحيا. بالنسبة لي الشخص اللي طارد لم يتطور روحيا. لماذا؟ ببساطة لأن الشخص المتطور روحيا مكتفي بنفسه، رغم حبه الشديد للآخر إلا أنه لا يناور ولا يطارد. الشخص المتألم أو الشخص اللي يعيش ترومات أو الشخص اللي مازال عايش في بلوكات نفسية وبلوكات روحية ولا أدري وطاقته مختلة، هو اللي يدخل في هذه السلوكات اللي ذكرتها الآن. المطاردة كذلك في بعض الأحيان هو أنك تقولي له نحن في علاقة روحية، نحن في علاقة كذا، يجب أن تطور نفسك، يجب أن تتحرر، يجب أن تتشافى، يجب أن تتخلص من الإيغو اللي عندك، يجب ويجب ويجب ويجب. وكل هذه الواجبات هذه مش مفروضة عليه ومش من حقك أنك تلزميه بها، ومش من حقك أنك حتى تطلبيها منه حتى باسم الحب. لماذا؟ لأنه هو حر يدير حياته مثل ما يراها مناسبا، مناسبة يعني مثل ما يشوف أموره مليحة أو مناسبة. هذه السلوكات اللي ذكرتها الآن في هذا الأوديو، لأني مثل ما قلت لكم رح نختم هذا الأوديو السلبي ونطلب منكم طلب في الأخير، أتمنى وأرجو من قلبي أنكم تنفذوه. قلت كل هذا سيشغلكم عن عودتكم لأنواتكم لذواتكم لأرواحكم، لا تكونوا مشغولين بالآخر، ما عندكمش الوقت. وبحكم الإنعكاس الموجود بيناتكم، بينك وبين توأمك، فهذا سيمنعه، سيمنع الآخر من التطور، سيمنعه من العمل على نفسه، لأنك أنت متوقفة، أنت you're down، انت نازله، فمش ممكن انك تطلعيه معك. يعني لماذا؟ لانكم في ديناميكيه متفاعله، في ديناميكيه، قلت لكم الواحد يجر الاخر، الواحد يجر الاخر الى الاسفل او يعلو به او يرتقي به الى الاعلى. طول، لاحظوا معايا، طول ما في هروب معناه
فيه ماذا؟ في الجهة المقابلة مطاردة. إذا فيه هروب عند الهارب من المطارد، فمعناه فيه هروب عند المطارد من نفسه، هو يهرب من نفسه. بماذا؟ بالاشتغال بالآخرين. كل ما تكوني في مطاردة فمعنى ذلك أنك تهربي من نفسك وتشتغلي بالآخر. هذا السلوك السلبي. أريدكم مع نهاية هذا الأوديو أنكم توعدوني أنكم تتخلاوا عليه. أنتم في الكثير من التعليقات قلتوا لي أنني قد تسببت في تغيير حياتكم للأفضل. أوديو اليوم من أهم الأوديوهات، أنا نعتبره من أهم الأوديوهات التي ستجعلك تتغيرين فعلا. توقفي عن كل هذه السلوكات التي ذكرتها الآن في هذا الأوديو. إذا كنت فعلا تثقي بكلامي وتعتبريني صح مرشدة بالنسبة لك، توقفي عن هذا وستنتقلين معي إلى الأوديو الثاني، إلى الشخصية الجديدة، شخصية أرقى، شخصية أجمل، شخصية أوعى. سألقاكم في الأوديو الثاني، انتظروني.